حياكم الله أحبتي مشاهدين الكرام ورمضان كريم عليكم. اليوم سيرة نجم مختلفة تماما من دار المسنين، حلقة فيها كلام كثير، فيها ألم، فيها مواقف. شاعر كبير كتب لنجوم كبار بقصائد أخذت حيز كبير. اليوم احنا في دار المسنين مع الشاعر الكبير اللي راح نتعرف عليه اليوم، كاظم السعدي. واحدة من القصائد اللي كتبها: إذا أنت تعب حيلك أنا راك عليل، شفاك إذا مريت بي أنا سويت، عذبني زماني. للفنان كاظم الساهر. ابقوا ويانا نروح نشوف هذا الشاعر ونتعرف على تفاصيله أكثر. السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. السلام عليكم استاذ جبار، شلونك؟ السلام عليكم، شلونك استاذ؟ تفضل ويانا. تفضل استاذ جبار. رمضان كريم عليك استاذ كاظم. والجميع ان شاء الله. الله يوفقك. ما كنا نتمنى انه نزورك احنا بهذا المكان. والله تاخرت عليك. صحيح اليوم تاخرنا عليك. بتعرف انت برمضان الشوارع بغداد شويه تكون مزدحمه، وهاي احنا نعوض لك اياها ان شاء الله. وشكرا لك يعني لتلبيه الدعوه، لكن انت كبير بكل شيء وراح نتعرف كثير عن الامور. هالمره ما ظل صبر أرضى أخذك بالحضن، هالمرة ما أضل صبر أرضى أخذك بالحضن واشفي غليل القلب في بوسة من الوجن، يلي جمالك سب أهل القرى والمدن، ضحكة شفافك سحر تجعل العاقل يجن، والوجه بدر اكتمل والطول قلعة وحصن، حتى الهوى من يمر عليك ياخذ اذن، طفيني قلبي احترق لزيد حزني. حياكم الله احبتي مشاهدي الكرام مجددا، وها نحن معكم بحلقه جديده من سيره نجم. نجمنا اليوم شاعر كبير بكل شيء، راح نتعرف عليه على تفاصيله، على امور كثيره بالاخص الوقت الحالي. ارحب بالكبير الشاعر كاظم سعدي. حياك الله استاذ كاظم، وجدا ممنون لك لإتاحة الفرصه لهذا اللقاء. حياك الله، اهلا وسهلا، تحياتي لكم. تحياتي لك ايضا. ارحب برفيق الدرب للشاعر كاظم السعدي الاستاذ الكبير الشاعر جبار الفردوسي. حياك الله استاذ جبار، وشكرا لتلبيه الدعوه وحضورك. تحياتي لك. البداية استاذ كاظم، البعض من جيلنا ما يعرف منو كاظم السعدي، ايش قدم، ايش كتب، نبذة كاظم السعدي منو؟ انتوا اي جيل؟ يعني كتبت لي احنا نقول بعد التسعينات، الالف تسعينات، الالفينات. بعد التسعينات انا بديت اولا جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفين والألفين وعشرة كلهم كاتبينهم. 2020 هاي ست سنوات، ست أجيال، ستين، شنو ستين سنة؟ ستين سنة تكتب. ستين سنة. الألفينات منو كتبت له بالألفينات؟ الألفينات كتبت لكثير من الفنانين، يعني عرب وعراقيين. كتبت الكاظم الساهر، وكتبت الحاتم العراقي، أشوفك أنا مهاجر، أشوفك وكتبت راشد الماجد. راشد الماجد، ايش كتبت الراشد الماجد؟ راشد اغنيتين، هلي ونجارة الدنيا عليا، هلي ونجارة الدنيا عليا، وسلامات.
سلامات. وكتبت ايضا الفايز السعيد. فايز السعيد اغنية لا تعلي صوتك علي، وكتبت الى دانا حداد اهل العشق دلوني. اهل العشق دلوني الك. اي وكتبت لعاصي الهلاني يناكر المعروف. أه. اللي وصلت للقمة. يناكر المعروف وصلت عاصي الحلاني للقمة. طبعا هو بشهادته هو يعني هو قال لي بالحرف الواحد، قال لي هذه الأغنية وصلتني إلى قمة الشهرة فنيا وماديا. أه. قال اشتريت خيل واشتريت فيلا واشتريت بيت وكل من يناكر المعروف. اها يناكر المعروف. اه ويا ويلي و يناكر المعروف. قلت له الله يرزقك. وكتبت المطرب التونسي لطفي بشناق وش الغابة، وكتبت يعني حاتم العراقي قلناها. تمام. يناكر المعروف. أكل يوم نكره المعروف لي كاظم السعدي؟ الكثير نكره معروفي. كثير 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 دائما. وهاي الأغنية من كتبتها يعني كنت أقصدها يعني لأنه. بس أنت ما كنت بهالحالة ولا واصل ما وصلت له. كنت يعني كاظم السعدي بعدك كاظم السعدي صح ولا زلت أنت كاظم السعدي؟ لكن إيه بس كنت في مجال الأغنية العراقية كنت متفوق وقتها، ومن كتبت ذاكر المعروف صارت قفزة. صح. عربية. واستمر الشغل مع الفنانين العرب راشد الماجد قلنا يعني فايز السعيد ديانا حداد وليد التوفيق. توفيق زين. منو نكر معروف كاظم؟ منو نكر معروفة؟ كثير ناس مثل اللي وصلتهم من هم اليوم اللي وصلوا وكنت تتوقع أنه دائما ما هم يكونون معاك بأي لحظة هم يكونون معاك؟ ما أقدر أعدهم كثير ولو فد واحد اثنين ألموا بداخلك كنت من تكتب لهم من كل قلبك تريدهم ينجحون. لا مو هذه أحيانا تجربة خاصة يعني إنسانة نكرت معروفك. أنا كاتب على إنسانة نكرت معروفي مو على إنسان. يناكر المعروف على إنسانة نكرت معروفي. نكرت معروفي. شو تقول يناكر المعروف؟ تقول يناكر المعروف آه يا ويلي وأوف جرحك بقلبي غدر. الله. والوفة ما لها أثر. الله. على الورق بس حروف. يا ناكر المعروف ربيتك وساهرت لما انكسر ظهري تالي طلعت للأسف من عندي متبري دفعت الثمن لوعتي وسنين من عمري ولا إذن تسمع ولا عين ترى وتشوف. الله. يا ناكر المعروف ظل حالي حال الخشب بالنار لما كذا نازي يعني واستبرك يا خشب عن نار لوم القدر كل مرضقته أنا ما شفت مثلك أمر يلي انكرت طيبتي وبالقلب صرت السيوف. يا ناكر المعروف. الله عليك. مقطع هو ما غناه بس غناه موال بعدين اللي ربيتك وتعبت وتحملت تعذيب جازي الوفا بالغدر شدراني طبعك ذيب. الله. ك
كل من بجسمه جرح يرجى شفاء ويطيب، لكن جرح القلب ما له دواء موصوف. الله هاي للأهل، للبنت، للابن، للحبيبة، لمن كتبتها بصراحة؟ كتبتها لحبيبة. لحبيبة وغدرت؟ إيه، 95 سنة 1995 هذه. وغدرت بكارلس. إيه، وهي ويهل العشق اثنينهم. يهل العشق ودلوني مارديانا حداد. إيه. تمام. نزلوا سوا. تمام. إيه. واثنينهم نجحوا بيه. اثنينهم نجحوا بيه. إيه. تمام. أستاذ جبار بصراحة هاي يعني ما أعرف شو أسميه، هذا الشاعر الكبير الإنسان، هو شاعر إحساس ومشاعر وكيان كامل، يعني بأي لحظة ممكن يرتجل لك يسوي لك قصة من قصة. ليش اليوم بالعراق ما كل اهتمام بهاي الشخصيات بهاي الأسماء؟ ليش إحنا وصلنا لهاي المرحلة؟ ليش يروح يكتب مع جل احترامي للعرب ولفلان ولفلان، أسماء محترمة تحياتي إلهم، وليش ابن البلد ما يستغله؟ ليش ما يكون عون إله؟ ليش ما أنا أنجح مع ابن بلدي؟ يعني يقول لك اليوم أنا بيناكر المعروف وصل لمرحلة، ممكن إحنا هواية عندنا خامات صوتية، ممكن لو مغنية يناكر المعروف ممكن تنجح أكثر. ليش هيك بالعراق؟ ابتداء أنا أود أن أقول أن كاظم السعدي واحد من الأعمدة المهمة في بناء الأغنية العراقية. بناء الأغنية؟ نعم، الأغنية العراقية الحقيقية التي تمتلك الروح وتمتلك الحس الحقيقي للوصول للناس، يمتلك حرفية عالية في مجال صياغة الأغنية، وايضا هو كاتب قصيده. تمام. ومارس العمل الصحفي ايضا. تمام. فالمهم نرجع الى سؤالك، عمليه التعامل مع المبدع بالعراق هاي مو وليده اللحظه، يعني اعتقد موجوده من زمان. المبدع العراقي في كل المجالات، في مجال الرياضه والشعر وما إلى آخره، كثير من الأدباء العراقيين المهمين ماتوا على الأرصفة. صح. وكذلك الحال بالنسبة للشاعر، الشاعر الغنائي في قضية يعني الثلاثي الصائغ للأغنية اللي هم الشاعر والملحن والمطرب، الفائز الأول هو المطرب ويأتي من بعده بشيء قليل هو الملحن، والخاسر الأول هو الشاعر. الخاسر الأول الشاعر. نعم. الشاعر بصراحة مثل المخرج والمصور خلف الكواليس، ما حد يذكرهم لكن النجاح لهم. من التجربة تجي تصور برنامج، تصور حلقة، مقدم يطلع، الضيف يطلع، ممكن مراسل يطلع، لكن المصور ما يطلع ما حد يذكره. صحيح. المخرج ما يطلع ما حد يذكره، ممكن أكو مونتير يعمل ما حد يذكره. الشاعر اليوم هيك جندي مجهول، لو مو شاعر ماكو اغنيه. طبعا لو مو هو اساس الموضوع، اساس الاغنيه هو الشاعر، لكن الفائز او الناجح في الحصول على الحصه الاكبر من الشهره والماديات وما هو هو المطرب. تمام. ايه، شو تقول له الكاظم؟ كاظم حاله كبيره، واعتقد هو يعني التقى بكثير من الصدمات الكبيرة، وهاي واحدة من الصدمات، يعني مو أول صدمة. يعني ليش هذا الإحساس يعني يلتقي هاي الصدمات؟ إيه، هذا مو هي صدمات كثيرة في مجالات عديدة. تمام. أنا أقول لك ليش، لأنه أنا مشكلتي الآن صار 3 سنوات، وهي السنة الرابعة أجي من الإمارات وأبقى لي 4 أشهر 5 أشهر أراجع على تقاعد حقي، من حقي 20 سنة عندي بصحافة ما حسبوها،
على الأجور. ليش ما حسبوها الصحافة؟ لأن على الأجور. عندي 5 سنوات بالنفط ما حسبوها. عندي واي يعني 5 سنوات تعيين فعلي. عندك أنا المفروض أخويا استشهد عدم سنة 1991 أثناء الانتفاضة الشعبانية. قانون عراقي موجود لحد الآن مثلا يجب على أخ الشهيد الدرجة الأولى يعتبر من الدرجة الأولى أنه يحصل وظيفة مو وظيفة تقاعد نعم زين ما حصلت؟ أقول له 4 سنوات راجع ولحد الآن كل شيء ماكو إيش قالوا لك؟ ما حد يعطيني جواب زين إضافة والله معيبة زين يعني رسالة للمسؤولين لنقابة الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي من معاه يعني هاي أسطورة يعني هذا الشخص أسطورة مو أني أقيمه اليوم ولا أني جايب لقاء أتحدث أكون متفضل أنا ممكن أكون بقد ابنه أو بقد حفيده الكاظم السعدي وما ممكن إنه أني أناشدكم على كاظم وغير كاظم وغيرهم من الأساتذة يعني اليوم من أكو انتخابات من أكو أمور تجون وتريدون ناس تنتخبكم حتى تقعدون على الكرسي لكن هو هذا الكرسي ما راح يوصلكم الشيء اليوم هاي الأشخاص هي من وصلت العراق لتاريخه ولحضارته ولأغنيته ولتمثيله ولأمور ولشاعريته هاي الأشخاص اللي وصلت العراق مو أنتم اليوم قاعدين على الكراسي يجيكم كاظم السعدي حتى لو أنا اليوم ما أعرفه لكن من نباوع أرشيفة من نباوع ما قدم لازم أخجل لازم أقعده وأروح أجيب الطلب اللي يريده وأوقعه وأشرب استكان شاي وفنجان قهوة وأقول له تفضل أستاذ أسمع على أسف لا حياة آخر شيء خليت مطرب عربي كبير مثل حسين جسمي يغني لي كنا العراق سمعني اياها اللي انتشرت على مستوى العالم عربي وعالمي شو تقول كنا العراق شلون جت ببالك هاي الفكره يعني انت غير قلبك على وطنك الله يعني الوطن قلبه عليك لا الله لانه عندي قطعه ارض من نقابة الصحفيين صارت 3 سنوات راجع على قطعة أرض 3 سنوات الله راجع. أكبر بعدين الأوراق عندي أنا مصورها كلها عندي صابتي أخيرا يقولوا لي ما عندنا شيء اسم يا بالعد هاي الأوراق توقيع حتى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة شنو انباعت الغير اسم؟ انباعت وغير اسم وراحت هاي شنو؟ والله العظيم قالوا قدم من جديد بعد 3 سنوات قدمت زين غير اكو صادرة واردة ماكو وارشيف شايليها وشلون يبيعوها؟ شايليها من الاساس لا هاي بنقابة الصحفيين استاذ كاظم؟ لا ها البصرة شو اسمه بلدية الزبير يعني من مسقط راسي البصرة على راسي أهل البصرة ورسالة المحافظ البصرة المحترم نتمنى إنه هاي تحسب لك إنه شخص عنده قطعة أرض تبدل أو تباع لشخص آخر ويغير الاسم ويقول له لا ما موجودة ضايعة مو ورانا وأقول له ما هذه الأوراق اللي موجودة عجب ما عندك نسخة منهن عندي موجودة وما شوفت لهم إياه؟ شوفتها خلي يأخذون النسخة كان قلت لهم عمي لا يقول ما نمشي على المستنسخ منين جبت هاي المستنسخة؟ غير أعطيتكم الأصلية الأصل مو عندنا عدمن يقول ضايعة الله فلازم قد تقدم مرة ثانية مع هذا قد تقدم مرة ثانية جيت على مؤيد اللامي أستاذ مؤيد اللامي تحياتنا الأستاذ مؤيد قلت له أستاذ مؤيد إيش الموضوع؟ قال لي خلاص زودني بكتاب ثاني رحت حولوني على مكان الزبير حولوني على شط العرب تمام عن شط العرب رادوا لازم
ألقي لي كفيل. أي؟ يعني لازم أتكفل شخص لو أخوي يعني من عائلتي. أي؟ لو أخوي لو أختي لو ابن عمك واحد مقرب. لا ماكو ابن عم. ماكو. لو أخ لو أخت. تمام. يعني مطابقة للإسم. تمام. زين إذا هم متزوجين أخذ لهم منين أجيب لهم؟ جيت رجعت على أستاذ مؤيد اللامي قلت له الموضوع كذا وكذا، قال لي يا أخي قدم استمارة أمليها قدم على بغداد. قدمت عليها. على بغداد، بس على بغداد متى تطلع؟ زين علاقاتك تتمتع بيها يا أستاذ كاظم وما قدمت للأغنية العراقية من ما استغليتها؟ ما حد يعترف بيها. أقول لك أقول ماني كاظم السعدي كاتب فلان أغنية وفلان أغنية وفلان أغنية، يقول وذا يعني شنو؟ الله. هاي بالبصرة. بالبصرة. إيه. تمام. أستاذ جبار شو تقول له شعر الكاظم؟ الله يكون في عونه. كاظم هو كل الشعب مظلوم والمبدع بالذات المبدع. ممكن بس مو أظلم التاريخ. ما أظلم الحضارة. هذا ما أظلم الأسطورة. ما أكو بكرة القدم أسطورة. الحكومات المتراكمة. ديدن الحكومات المتراكمة هو زهد المبدع. تمام. يعني هاي بعد هم والله. مع الأسف أروح الفاصل وأرجع تسمعنا شعر الأستاذ كاظم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ومن بعده راجعين. رجعنا إياكم مشاهدينا الكرام. شعر الكبير جبار الفردوسي رمضان، والناس تحب تسمع. شو تسمع الناس وشو تسمع رفيق الدرو على ما سمعته من كلامه؟ معاناة. يا موطني يا أبو الحضارات، يلكنت ليك الخايف يبات وتقل له أمن أنا العراق، عد زلم بالكون آفات، هسه شو جاك غير الحال يا هو اللي اجى وشبعك كبخات. الله. اي المهم لا ننحبس. الله شبعنا كبخات. شنو سببها؟ سببها هذا زهد المبدع، زهد الرجل المهم المناسب في المكان المناسب. اليوم الشخص المناسب بالمكان المناسب مو في المكان المناسب. ما كل مفاصل الدولة؟ لا طب ما له علاقة بالمكان المناسب. اللي يدفع مناسب يحصل مناسب ياخذ المناسب. نعم. تمام. احكي لي عن علاقتكم بالسابق، كيف كانت؟ شلون كانت الحياة؟ ما كنتوا هيك؟ كانت حلوة. صح؟ ايه كانت حلوة. ايش كانت الحياة قبل؟ حلوة يعني العشرة جميلة. يعني أجمل أيام عشناها أعتقد بالمنصور ميلي. اي بالمنصور ميلي. كنا كل واحد حاجز له شقة أو غرفة فندق منصور ميلي. أمورنا زينة، فلوس أنا فلوس أخليها بالاستعلامات، قواني والله تجيب. إليك؟ طبعاً. ليش ما سويت لك وطن بيت؟ ليش ما جهزت حالك؟ ما كنت تعرف راح توصل لهاي المرحلة؟ يعني انقلبت الموازين على فجأة. يعني اللي كنت أحسب السابق صار العكس. يعني يعني بحيث قمت أصرف باللي عندي. ما قاعد تستلم بس تصرف. يعني أنا بالإمارات قبل ما تجي الكورونا أموري زينة والحمد لله. الحمد لله. إجت الكورونا ما انقطع الشغل، لا مطرب يغني ولا أي شيء، ولا كلها كل من يخاف على فلوسه ما حد يسجل. تدفع إيجار 700-800 دولار شهرياً بالإمارات. أي مع الكهرباء ويا الأكل حوالي 1000 دولار وأنت ما داخلك شيء. ليش ما اشتغلت؟ ليش ما اتصلت بمطربين؟ ما تواصلت؟ ما في حد يسجل.
وضع مرتبك شلون؟ يعني بقى سنتين تقريبا الوضع. سنتين 2019 الى 2021 شوفوا توقف في جميع المجالات مو فقط في المجال الفني. يعني تمام استاذ جبار، بهاي السنين اللي مرت شنو اللي تغير جيلكم عن هذا الجيل؟ انتوا كنتوا اخوه، كان الشعر اللي تغيرت أحساس. الحياه ما تغير الانسان، تغيرت الحياه، العادات التقاليد الاخلاق تغيرت. طبعا هي هاي اللي خلقت جو جديد. بحيث انه اعتقد هسه بالرغم من انه انا صار لي اكثر من 20 سنه ما شايف استاذ كاظم، لكن لا زالت الحميميه موجوده. بس قلت لك استاذ كاظم حتى ما رفضت، الحميميه موجوده. لكن الان شوف هاي الصغار، ما اعتقد واحد عنده يعني محبه فائضه للاخر. يعني قد تكون اكو طشه صارت افضل من انه انا اقدم فد فحوه. اي صح، نعم بهذا واقعنا. اي شلون يعني؟ يعني انه انا المهم اطش، اصعد على اكتاف استاذ جبار، اصعد على اكتاف استاذ كاظم. أيه. المهم الناس تعرفني اكون مشهور. أيه. بس انا ما عندي محتوى، ما عندي ما كتبته الكاظم. اي ما عندي ما كتبته العاصي. المهم انا طشيت الناس طق وياي صور. انا اقول لك يعني اكو ناس مطربين كبار، واقولها ما اخاف من اي مطرب ولا اخشى، سواء غنى لي او ما غنى لي ما تشك شيء. كاظم الساهر واحد كاتب له 13 اغنية، وليد الشامي كاتب كل اغانية، حاتم العراقي طيته شوك وادي مهاجر كان معروف على وسط بسيط عراقي، شوفك وين صار على بلد صاير عربي اشتهر. نمير عبد الحسين صار نجم، وبعدين صار يتاجر تمام، وصار بيوت. زين يتواصلون وياك استاذ؟ يتواصلون وياك؟ لا ما هي المشكله، اللي يتواصل مني وياي منو؟ انسان انا ما منطي ولا اغنيه. اها. اللي هو ماجد المهندس ما منطي ولا اغنيه، يخابرني. ها شخصيا يخابرك؟ خابرني شخصيا نص ساعه يحكي وياي. ايش وقت؟ قبل 5-6 ايام. اها زين. ويبعث لي مصرف من هناك ماجد المهندس. ماجد وانا ما كاتب لهم، وابناء البلد اللي قدمت لهم ما حد يسال عنك. كاتب لهم ما حد حرك ساكت، تليفون ما محتاجه، والله لا يحوجني لهم. الله. بس تليفوني يقول لي مرحبا شلونك شو اخبارك. شنو قصه الكوخ؟ اي كوخ؟ القصيده قصده الصريفه صح؟ قصدك اسمه سكن اللي ربطت بيها ما عندي اموال وقصر لكني ميسور. ما كاظم الساهر. ايه. وهاي شنو هاي قصتها؟ يعني انا كنت جاي توني للمسرح العسكري، لقيت قدامي كاظم الساهر ومجموعة. يا سنة استاذ كاظم؟ 84. اي تمام. فانطيته ونيت من لوعتي، وانطيته ما عندي الماس وقصر لكني ميسور الحال. وانطيته يعني ايش حلو طولك من تمشي وانا اراك، تمشي وانا اراك. ضربت بوقتها وكانت
ضمن مسلسل. تمام، احكي لي عن ميسور هذه اللي ذكرناها. اي ما عندي الماز وقصر لكني ميسور الحال. هي الشعر مو يعني يعني أنا فعلا كان حال ميسور يعني. كنت ميسور الحال بالأربعة وثمانية. عندي راتب باخذ وعندي سيارة آخر موديل وأموري زينة. تمام. ولما كتبت ما عندي ألماس وقصر لكني ميسور الحال. عندي قلب ليرة ذهب وصحتي عال العال. ما وعدت إلا أوفي بموعدي. الله. وخطوة خطوة حبنا منا يبتدي. بيت على قد أحلامنا وعيشة على قد الحال تغنينا كلمة من القلب. الله. والغنى مو بالمال. ما عندي ألماس قصر لكني ميسور الحال. غناها بوقتها كاظم وشكلت حضور بوقتها. شكل سأل عليك كاظم بهاي الفترة؟ مو هي هاي المشكلة يعني. هو قبل 4 أشهر أو 3 أشهر أنا هنا ببغداد قبل 3 أشهر خابرني كاظم. إيه خابرني من إسبانيا شخصياً. يخابرك لو خابرك وكيل أعماله لو أول مرة خابرني منذر كريم. منذر كريم اللي هو مدير أعماله السابق. تمام. قال لي أبو وسام راح يخابرك. هذا هو رقبك؟ قلت له إيه. قال لي دقيقة ويخابرك. فعلا دقيقة وشوي خابرني. نعم. قال لي أريد أغنية بمواصفات كذا 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 كذا. هاي قبل 3 أشهر. أي. تمام. كتبت الأغنية بقيت للصبح أشتغل بيها غير وما غير وهو سهران وأنا سهران. يعني على تواصل. أي من الليل للساعة 8 الصبح. أها. أي قال لي ألغيها اكتب لي جديد. أها. وهذا التعب والهاي ولغيتها. قلت له مشكلة. غيرت كتبت له جديد قال لي إيه صح. أي. غناها. اللي هي. السعودية. أها. أي. ف. هاي قبل 3 أشهر طلب منك أغنية للسعودية. أي. وبنفس اليوم جهزت له الأغنية. اي هلا هلا. شنو هالامكانيه؟ يعني انا كاتب اسرع منها. احيانا اكتب اغنيه ب5 دقائق يعني. ويعرف استاذ جبار يعني احيانا اذا جتك الفكره تكتبها بلحظات. بهاي فترتك هنا ما كتبت؟ لو ما كل واهس الكتابه هم واهس لو ممكن بموقف اليوم ترتجل وتكتب قصيدة أو أغنية. لا ما كتبت هنا. أي ما كتبت غير أغنية مال كاظم وأغنية بعد موقف ماجد دزيت له أغنية. ها. لأنه يعني هدية منك إلي. هدية مني إلي. شو تقول الأغنية؟ هي يبدو شوي غريبة يعني ما لها علاقة لا بالحب ولا علاقة بنكران الذات بالوفاء. إنسان الإنسانية. شو تقول؟ يقول ممكن بين ما يتذكر أسولف في أستاذ جبار ذكر لي إياها مال أستاذ ماجد. أستاذ جبار شنو اللي يحتاج اليوم الشاعر؟ يحتاج حياة. معايش حياة؟ طبعا معايش حياة. أها. حياة تلائم موقعك كشاعر. كشاعر يكفي الناس تعرف كيف تقيمكم. يكفي الناس اليوم من تسمع جبار الفرطوسي كاظم السعدي فلان من الأسماء المحترمة ترفع اللامة لكم. هذا مو كافي احترام الناس بالشارع لكم لمكانتكم. احترام الناس مقدر هذا منتهين من عنده. تمام. احنا نحكي على مستوى الذي يستطيع أن يوفر لك السعادة اللي هي الحكومات. صح. ماكو هاي السعادة. لا طبعا.
ماكو هاي السعادة. ما ممكن يعني انه هذا مو فقط على مستوى الشاعر، احنا الرياضي، المبدعين الاخرين، الرسامين، ما اعرف ايش، كثيرين عندنا مهملين مبدعين على مستويات عالمية تقريبا. صح. زين، اريد اسمع شعر كنا نسولف قبل الكواليس، شنو اللي تحبه واللي دائما الجمهور يطلبه؟ هاي دائما الجمهور يطلبه موت شاعر. موت شاعر، بس ما ناخذها كلها باختصار، اخذ شيء بسيط من هذه. من يموت شاعر تحزن النجمات، الله، والأشجار تبكي تقول شاعر مات، الله، والأنهار والأزهار تمشي أرواحا ويروحا مشيعات، حبات الرمل من أجلة تشويقاع، وصدور الجزيرة الموت حزنانات، وطيور المراقد بالنعلويات، يدعن كل حمام الكون يلتم ويروح يبات. إذا كل هذا يحدث والشاعر مات، عليك كل سعادة والدلع. الله. الأغنية ذكرتها يعني طبعا هسه، بس من سياق الموضوع شوية شدت عني. الأغنية حالة إنسانية يعني، هذا اسمها حال الدنيا. حال الدنيا، هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. واسمع يا بشر، واسمع يا بشر، اللي يصير شراع يصبر على البحر، اللي يصير شراع يصبر على البحر، بل اللي يصير شراع يصبر على البحر، بالفلوس ترجع الماضي جديد، الله، وتشتري من معرض الدنيا المزيد، الله، جيب راحة بال واخذ اللي تريد قبل ما يوصلك طوفان الخطر، الله. الدنيا عالم مدهش وعالم مثير، للغني مرتاح بيها وللفقير، وللفقير الله. وهم كل شي تنام مرتاح الضمير، لأن عمرك مثل دنياتك سفر سفر. ناس عاشت من طفولتها بجحيم، وناس أول ما أجت شافت نعيم. اي والله. والعمر يمشي والمجرب حكيم، حكيم. ومن يعرف تالي شو مخبي القدر، هذا حال الدنيا. واسمع يا بشر. تمام. موقف بينك وبينه تتذكره؟ ذكر بالمنصور بيلي، انا كاتب له قصيده، ما هو اكيد ما يتذكرها، انا ناسيها. يمامه اعتقد اسمها، ابو يمامه، يمامه. يمامه ابو يمامه هيك. ناسيها هو. اذا انا ناسيها شو ما تمام. ابقى وياكم لكن اروح لفاصل اخير، ومن بعدها نرجع مشاهدينا الكرام. طبعا رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بالفاصل الاخير، راح نتعرف انه كيف اجى هذا الكوكب الكبير من الشعر الى هذا الدار. طبعا انا احب اشكر سماحه السيد حسين السيد إسماعيل الصدر، والمتمثلة بإدارة الحاج حمزة الأنباريش، كل الشكر لهذا العمل الإنساني، وكل الشكر لإدارة هذا الدار اللي أتاحونا الفرصة وخلونا نتواجد اليوم ولوقت متأخر من الليل. تعرفون أنتو دار المسنين يحتاج لهدوء، يحتاج لأمور كثيرة. نعتذر من كل الموجودين ومن إدارة القناة لأن تأخرنا في وقت طويل من أجل نظهر بمعلومات قيمة عن الكوكب الكبير كاظم. أستاذ كاظم، ليش جيت لهذا الدار؟ وشون تم استقبالك؟ يعني كنت أول ما جيت من الإمارات سكنت مع أخويا. أخويا عنده غرفة بس، غرفة ثلاثة أمتار، هو وزوجته وبنته، بناته اثنين، وأني خمسة. وما تسألنا عليها، ما تسأل، صعبة أشوفها، صعبة،
بقيت كم يوم ضايقت، هي قلت ما اقدر. ما ضايقت لو احساسك ما تقبل؟ احساسي ما تقبل. الله. لانه ما يصير انا اللي قاعد اضغط علي وعليهم، يقول لي لا انا اطلع انت تقعد. لا شلون انت يعني؟ فقلت لا انا اطلع اشوف. زين، ولو تدخل عائلتك اولادك بناتك وين؟ ما سالوا؟ ما يعرفون منو كاظم؟ اول يوم خبروني بنتي تبكي، ليش بابا سويت الشكل وليش كذا ليش؟ بعد وين كنتوا هالفتره؟ الله صارتكم مش قد يعني. قلت معذورين يعني، يجوز مشاغل هي من زوجها وعندها ابنها. بس هذا اب وامير شغله صعب، 12 ساعة يومية، يومية 12 ساعة يشتغل، يروح للبيت بس ينام يرتاح يعني. بهذا الوضع وتبرر؟ ها؟ بهذا الوضع وتبرر لأولادك؟ هي أبرر لهم يعني، جزء مني هم يعني. الله. أيه. يا عظمتك. شو تقول لهم؟ أقول الله يوفقهم إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية، وهم مساعين بمسألتي. شلون دخلت للدار؟ عن طريق صديق يعني اللي هو لاعب قاسم السيد، فنان له. الفنان قاسم السيد، فنان. تحياتنا إليه. إيه أستاذ قاسم السيد. قاسم السيد يعرف جماعة هنا، قال لي اكو مكان ممكن تاخذ راحتك فيه وما عليك ضغوطات ومكان محترم، وهذه احسن ما تروح تشتت بين مكان ومكان. تمام. اجيت، جيت هنا شفت والله احتفاء بي كانه نازل عليهم من القمر يعني، اهتموا بيها اهتمام معتيادي، وهي لي كل الثاني اي وقت اطلع ما حد يحكي وياك. ما حد يحكي وياي، ابى اتبرى ما حد يحكي وياي. بالدار؟ طبعا. خارج الدار؟ خارج الدار ما حد يحكي وياي. شو تقول لهم لاهل الدار؟ اقول لهم يعني الله يحفظ اول شيء السيد حسين الصدر، تحياتنا له، هذا الإنسان المحترم اللي قدر يحتوي. التقيت بي؟ لا ما التقيت بي. اي. والمدير الأستاذ حمزة؟ حمزة إنسان محترم، محترم وجيد، وعلى اللقاء أنا وياه باستمرار يعني، وماكو ضغوطات. هو حتى إحنا اليوم ماكو ضغوطات، مردنا لقاء الصديق حسن، لا تتعبوه، ما نقدر، ترى ضاج استاذ كاظم، ما نقدر نضغط عليه. إيه يعني وكأنما ابنك يعني، هذا الولد إيه حسن اللي كان موجود اليوم، وانا صار يومين على تواصل وياه، ايش قد ما محترم هو الولد، ايش قد ما انه يخاف عليك يعني. صحيح. ما يقبل يعني حتى. إيه. من جينا ليش تاخرتوا؟ ممكن زعل، شلون راح الراضي؟ هاي شاهدتها بس هنا التصرفات والتعامل، يعني شاهدته بس بالعراق بس بهذا الدار، ما شاهدته خارج الدار من أصدقاء من أقرباء من أشخاص أنت متفضل عليهم؟ اليوم من حسن يخاف عليك؟ حسن لا فنان ولا ممثل ولا عنده مصلحة وياك. لا أكيد ناس هواك يحبوني. قاسم ماجد، ماجد قاسم ماجد الملحن، قاسم ماجد الملحن، كريم هميم، كريم هميم الملحنين المعروفين يعني. تمام. يعني أصدقاء الدكتور جعفر، دكتور أكثرهم دكاترة ما شاء الله أصدقائي. تمام. يعني اهتمامهم بي معتيادي. قبل ما أروح الرسالة وقبل ما أختم ويا أستاذ جبار، أكثر قصيدة تعلق بيها كاظم السعدي، كتبها بألم بحسرة تحبها، بيها ذكريات بيها كل شيء.
هي ماكو يعني ما اقدر افاضل بين قصيده وقصيده. كلن جميلات. ايه بس اقرا لك قصيده غزليه يعني. اللي هي؟ لانه تعبنا من السياسه. صار ايش قد نحكي بالسياسه وحقوقنا راحت وحقوقنا ما ادري وين صارت كل شيء ماكو. وكل شيء ماكو. شو كتبت للغزل؟ بالحلم. بالحلم. مرت علي مثل القمر هي. داعبت قلبي بلطف يا هلا بهالجي. قعدت قبالي وانا من لهفتي ناديت يا ليل كل الصبح يتاخر شويه. الله. وصل خبر للشمس لدق علينا الباب. الله. تونا ابتدينا الغزل وامطرنا حنيه وحاولت اطفي الخجل وانفاسي مثل النار واحضنها لكن قلت لا تحترق بي وبرجفه ايدي لسعت خدها الحلو الشفاف انتفضت وصار الوجه امواج ناريه قالت لي لا تقترب عندي 10 حراس قلت لها والله اقترب لو قلتي 600 مني سرقت القلب وظليت انا محتار ردي لي قلبي الي لا يا حراميه الله. قلت لها من مبسمك بوسه ترد لي الروح قالت لي ما اجراك تحكي علانيه قلت لها عطشان لك قالت لي اشرب ماي قلت لها ما اقدر لان شليت ايدي قالت اطبش كثر خليهم يداووك قلت لها ما حد قدر يعرف اللي بي جرب الطب العرب واكثر العطارين ما لقيت غيرك ابد يشفيني يا ابني. الله الله عليك. اريد قصيده اخيره لك. بما انه اللقاء مخصص للاستاذ كامو تمام فأنا راح أقرأ جزء من واحدة من أغاني كاظم اللي ما مع الأسف ما لاقت شهرة كبيرة في الوقت اللي هي من أرقي كلمات اللي هي بذلوا جهود مضنية في سبيل هذا المطرب لحنها سرور ماجد طبعا تمام تحياتنا الكبير والمطرب اللي هو قاسم إسماعيل تمام بس ما توفق بيها بالرغم من اللحن جميل والكلام جميل اللي تقول يا عين وتقولين خلين سامحة وتقولين خلين سامحة من بعد ما بتشاش ليل البارح مشط الجفن بالدمع ذوبيني مثل الشمع ما مد لأيد وأقول مصالح كم رسالك يا عين حتى بينكم أريد أسمعها يا عين حتى بغربتي حزدوني ونار الشماتة تدور بين عيوني ما ينحزر طبع الورد الورد صدقوني صح وردة طيبة عطر لكن جارحة يا عين والقولي يا عين عين ولا يهمها بعادي حط له مذية وهو كان البادي الله لا تحسي حتيك نار هاي الحادي والنار حتى للحديد تواكها الله يوفقك استاذ جبار انا جدا اشكرك حبيبي واشكر حضورك وكبير انت بكل شيء بانسانيتك بمواقفك بكل شيء اتمنى لك طولة العمر ورمضان كريم عليك استاذ جبار انا اشكرك اعز الاصدقاء واقربهم الى نفسي ويعني بيناتنا مشاوير يعني الله يوفقكم ومشاريع خلينا نقول يعني بالذات بأيام المنصور اي تمام يعني شباب اريد اختم بشيء واحد ايش حلو طولك من تمشي وانا نراك عسى قلبي حمل ناري وانا هاي الك هاي الك اذا انت تعب حيلك انا نراك علي علي الشفاء إذا مريت بي أنا سويت عذبني زماني أسمعها ولو مقطع منها يا عمري قضى وما شفت راحات الله
عظم شفاي حيل فركت راحات راحات الليالي اللي ردتها الليالي اللي ما ردتها تروح راحت راحت وجدتني ما ردتها تمر علي أنا سويت أنا بلياك حال الضيم حالي يحن الغير وانت لا أبالي لا أبالي أنا بلياك حتى الماي مرمر مرمر قلب شفاف قلبي وانت مرمر مرمر عجب يرضيك يا خلي تمرمر تمرمر هلي والناس والدنيا علي أنا سويت عذبني الله سمع. أنا جدا أشكرك وأتمنى لك طولة العمر شكرا لاستقبالك شكرا لإنسانيتك لعظمتك لكل شيء كلمة أخيرة علما توجهها والله كلمة أخيرة أنا أولا أوجهها إلى السيد الغالي حسين الصدر لاهتمامه بكل الطاقات الموجودة هنا والسؤال عني باستمرار تمام وأشكر أيضا الشاعر صديقي وعزيزي جبار الفردوسي اللي هو يعني مثل النبض بالشريان الله فأتمنى من الدولة أن تهتم يعني كل العالم عرفت قضيتي والدولة ما اهتمت والدولة معقولة واحد منهم ما شافها بالتلفزيون أو على الفيسبوك معقولة وين عايشين هنا عايشين يريدون واحد يعني يدور شو يغني صمون يغني هاي الأغاني يغني هاي الأمور أو واحد يطلع بسطح يصور هلا وجو بايدن يدز عليه رئيس الوزراء يدورون هيك ناس يدورون هيك ناس تدور شو وطشة ما يدورون هاي الآثار ما يدورون هاي الأمكان ومن نحكي تصير اتصالات ويخابرون إدارة قناة ويسولفون يا بتحجون إيه مو أنتوا داثرين هاي الإنسانية أنتوا داثرين هاي الشخصيات المحترمة داثرين هاي الإنسان اللي قدم للعراق مو إنسان مع الأسف رمضان وما نحب يعني نتحدث بأمور يعني مع الأسف عشر صمونات بألف أي بعدين نقصوها سوى ثمانية أي وبعدين نقصوها سوى ستة عبرت هاي العشر صمونات عبرت على يا حريمة وسلامات وش حلو طولك طبعا عبرت هاي عبرت تحياتنا احنا وبالتوفيق لكن الذوق لكن الإحساس المعنى وين راح وين نقابة الفنانين وين نقابة الشعراء وين هذه وين هم ذولي اليوم يروحون على شخصية ممكن هي تطلع تغني بنادي ليلي كلها تتكلم عليها بينما كثير مثل هاي الشخصيات ينزلون بالنوادي الليلة ويسيئون أكثر لكن ما حد يصورهم ما رحتوا عليهم ليش تروحون على الناس الفقرة اللي ما عندهم أحد ليش تظلمون اللي هو مظلوم هذا رمضان فرح الناس فرح اليتيم فرح دار المسنين فرحوا اللي توفى وعائلته ماكو من يعينها يا دولة يا رئيس الوزراء يا نقابة الصحفيين وفنانين وكلكم أوجه لكم رسالة ممكن شوية ضميرنا يأنبنا حتى الإنسان من يموت راضي علينا شكرا لك أستاذ شكرا كاظم وجدا ممتن لهذه الحلقة شكرا لك شكرا شكرا أستاذ جبار جدا أشكرك يعني مشاهدينا الكرام شكر موصول لكادر العمل وقناة وطن دبليو تي في وكل الأخوة المونتير والمخرج والأخوة خلف الكواليس ابقوا ويانا بحلقات رمضان راح تكون مختلفة في أمان الله.